الفرنك الفرنك 240 220 في غادي فين؟ واش المشكلة ما بقاش يعيش؟ حبس الحكومة وش يعدلوا الخصومات الثانية شوية إذا واحد المراقبة صارمة يدلعوا شوية يشوفوا الأسواق أسمينة الدويش بزاف الدويش مسكين مجبر وكاين ما سوقش كاع ما بقاش يجي السوق كاع مسكين والله كاين ما كيجيش كاع مسكين وكاين ما كيجيش كاع يشري حتى حاجة كاع كيجي عايش وبعدين يمشي لحياته كل شيء خصاح كل شيء خصاح على الدرويش شوفوا من حد درويش شوفوا من حد درويش الحمد لله الحمد لله ونقول سيدنا ترى سيدنا خصو يشوف يتنابه زين الدرويش حنا ديالو حنا ولادو وتنابه علينا حنا شويه اختي هادشي راه غير مزيان البطاطا اللي كديرها 4 درهم ولا ديرها 260 ما عطيش 220 خضره هذيك البطاطا الخضاريه 260 تخرج البارح 280 الله يحسن لها اللهم ان هذا منكر الناس راه ضعافت وسيد راه كان يعمر الصاك ب 15 ولا يعمر ب 5000 السيد خلا يقول لهم واحد البطاطا ب 260 كيف غيبدا هادشي ياخذ درهم ولا ياخذ 60 ريال جلب هذيك سميتها اللوبيا 340 هادشي راه بزاف طلبوا من الله سبحانه وتعالى باش يشتروا ديال الخير في هذا احنا احنا كايرين ب 70000 فرنك عندنا جوج ربيعات عندنا جوج ديال ربيعات شحال من ربيع هذا احنا وتلاو فينا وشوفوا فينا بعينيكم بالضبط مسكين كيصور 600 زي هاد الخضاره خضاره ما كيصور والو الحمر كيدي منه طال معاشه الكروسه المركوب الغداء الفطور اش يصور الخضار البرناماني البرناماني كيصور 6 ملايين وعندو 6 قطارات ديال البطاطا ونبيع نمشي انا لا عندي 5 د الاولاد وكريم 7 14000 ريال كم بطاطا ومطيشه ها قولوا يا عباد الله شنو هذا ماشي ظلم غير لابوكا ها هذاك خانوس راه خسر رزيم هذاك خانوس كون جا عندنا مباشره راه مره ما يمشيش 180 180 كاميو ديال الماطوط اللي عنده 180 والدجاج واللحم حنا دابا اللحم هذا 1800 عندك اللحم 1800 2000 ريال ها 1800 حنا عندنا اللحم بالقصيه 1800 1800 والدجاج كيدير عندنا 460 140 ريال بطاطا 140 ريال بطاطا هذه بطاطا ما طيشه 140 واللي عنده وليداته عنده 6 و7 في الدار شنو غياكل باش غيعيش ولادو الزيت غلا الله ياخذ حق البوطه زيدوا لنا فيها الزيت زيدوا لنا فيها الخضره زيدوا لنا فيها واش غناكلوا احنا مع وليداتنا في الجوع الخبز عاد حتى ثاني دابا مابقاش بغا يعطوها لنا ب 10 دراهم ولا زادوا لنا فيها حتى سنيده كذا الانسان حتى غيعيش هو ولادو تيت ولا راه بزاف الشريف بزاف هادشي هذا المواطنين راهم ضايعين ديال الجوع اللي ما عندوش ولاد ما عد... اللي ما عندوش مسكين اللي يدخل من غيجي ها يلاه انا كنضرب في السوق انا كنضرب في السوق ها وعندي الكرا عندي الولاد ها ها صافي عطي خاوي دابا مطيشه دايره 200 البطاطا دايره 200 القصبر داير 30 ريال سنيده والقطنيه هي زادوا فيها ما كاينه انفا من راسهم تيزيدوا هذاك الشيء ماشي من راسهم تيزيدوا الحاجه الحمص عرقيق ب 440 الزيتون 500 ريال ما كاين اعطيه الزياده فيه ما مشيتي فيه ما حطيت يدك احنا بزاف البطاطا وماطيشه تبيعوا ب 5000 ريال 10000 ريال الزوجه ماطيشه 5000 والبطاطا 5000 مول الكاميونات والسقاط اش غيدير ما عنده ما غادي يدير السقاط تيجي تيبيع ب 1000 فرنك 1000 فرنك وما خرجش 1000 فرنك وتيقول والو تينو طويل شكون اللي تيديها تيديهم مول الكاميونات تيديو الفلوس يمشيو بحالهم الراجل اللي تيجي كريدي ما بقاوش يكريديوه ولا تيتسلف الفلوس ما بقى يعطيوه ولا تيمشي بحالو ما تيعمرو عمو الفلوس وتيديو مول الفلوس هما اللي تيديو ما تيشاو بطاطا 10000 ريال الزيتون 500 ريال والتمر 500 وذاك العادي ب 500 وهاد الدرويش اللي غيقبل فين غيمشي ويمشي للبحر يطيح فيه وهذا رمضان هذا سيدنا رمضان باش غنصوموه وعاش الملك عاش الملك عاش الملك وشوفوا من حال الكاميونات وما يزيدوا الفلوس والبيع والشراء مع المستهلك راه ما كاين حتى حاجه وتنفض على الباش ويدي على وسخ ديال الغبره والله يرحم الوالدين دابا خير ربي موجود هذا الزوج هذا ولكن شنو هو اللي كيعي المواطن الناس مال السيارات الكبار الكاميونات الكبار عطاهم الدم حنا عندنا السيارات الصغار ما عطاولناش الدم داك الشيء ديال المازوت كيغلي لنا الحوت الحوت راه خير ربي موجود في الحر
بصاب تبارك الله الخير، ولكن شنو كيغلي لينا المازوت؟ ما كنسيبوش كيفاش نديروا على المازوت كثير علينا، كنجيبوا الحوت للسواق. الناس اللي عندهم الفريكوات والكاميرات كبار منفسين كيجيبوا الحوت كيبيعوا لينا، حنا كنجيبوه للسوق كنبيعوا للمواطن، كنبيعوا عليه درهم في الحوت. المواطن الناس مرتا مر كنبيعوا لهم الحوت على درهم، تيقول لك الحوت 160 غالي هنا، وما بطاطا وما طيشه الفرق وما قالوش غاليه علينا. ارخص حاجه هو الحوت دابا بالنسبه للمواطن، اللحم ب 1800، حنا الحوت هو ب 8 درهم وجديد من المرسل لهنايا. تبارك الله خير سيدي ربي، راه الخير موجود في المغرب، راه بنادم داير اللقطه اللي بغى يطلع. حنا كنقنعوا بدرهم مع المواطن وكنبيعوا له الحوت. حنا يوميا كنجيبوا الحوت من العريش، نجيبوه من الدار البيضاء، نجيبوه من المحمديه، من المهديه. هذه هي خدمتنا. انا في الدومين و86 وانا في الحوت، ما عمري شاد الغله ديال هذا العام اللي داروا لنا في هذا الشيء هذا.